السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. النهاردة أصدقائي الموضوع في منتهى الأهمية. أنا هقول لك النهاردة على دولة أوروبية تقدر تعمل فيها إقامة وأنت سايح، وبرضه يعني أنت داخل فيزا سياحة، وبرضه تعمل فيها إقامة وأنت داخل من الحدود أو أنت داخل من أي دولة أوروبية أو داخل بفيزا الشنغن. النهاردة هكلمك عن دولة البرتغال. البرتغال فيها قانون فتح حاليا أنك أنت تقدر تعدل وضعك وانت تأشيرة سياحية او داخل البلد من الحدود او جاي من اي دولة اوروبية تانية. البرتغال عملت قبل كده فيزا الاستثمار داخل اراضيها ب$6,000، ولكن الفيزا اتلغت. ليه البرتغال بتعمل كده اصدقائي؟ بتقنن الامن والامان داخل اراضيها، وبرضو البرتغال بتمر بازمة اقتصادية، لانك انت لما تخش تعدل وضعك باقامة بتدفع ضرائب، بتدفع حاجات كتير، بتدفع رسوم إقامة، ماشي. فالبرتغال فتحت القانون، وأيضا إيطاليا برضو عندها القانون دوت، ولكن إيطاليا بتبت يعني بتفتح كل 5 سنوات، كل 4 سنوات تعديل وضع. الدول دي بتفتح تعديل وضع أصدقائي تستفاد منك، تستفاد من اللي بيعدل وضعه، تدفع رسوم إقامة زي اللي كان بيحصل في السعودية وكان بيحصل في الإمارات. إن في السعودية حصلت زمان إنك أنت تقدر تعدل وضعك لو أنت داخل بتأشيرة عمرة زمان، وبرضه الاخوه اليمنيين على راس من فوق قال لك اي واحد يمني داخل من الحدود يعمل اقامه. الدول دي بتقنن وضعك انك انت تكون رسمي داخل البلد وعندك بصمه رسميه، بتقنن الامن والامان عموما يعني، وفي نفس الوقت دخل للدوله. البرتغال فتحت التعديل الوضع الى اراضيها، بمعنى انك انت لو داخل تاشيره سياحيه او داخل من الحدود تقدر تعدل وضعك في البرتغال. طيب الخطوات كالاتي. واحد يقول لي يا عم علاء انا دخلت البرتغال، اول خطوه اعملها هي؟ اول خطوه لو انت داخل رسمي بفيزا سياحية البرتغال، حاول تحتفظ بتذكرة الطيران بتاعتك، وتحتفظ بالفندق اللي انت نزلت فيه او الهوستل. انا جاي لك في الطريق دلوقتي يا صاحبي، ولكن لو ما تعرفنيش انا اسمي علاء الدسوقي. لو بتدور على سفر او هجرة او لجوء او استثمار او تأشيرات سياحية فانت في المكان الصحيح. انزل اشترك في القناة وفعل الجرس وتابع الفيديو للنهاية. النهاردة موضوعنا عن البرتغال موضوع في منتهى الأهمية. انت تقدر تعمل إقامة في البرتغال رسمية، ماشي، وتشتغل داخل البرتغال وتخش دول الاتحاد الاوروبي تما. البرتغال فتحت تعديل الوضع الى اراضيها. اللي يحصل كالاتي: اللي داخل تاشيره سياحيه رسمي زي اللي داخل من الحدود، زي اللي داخل من فرنسا، كسر في فرنسا قبل كده او كسر في اسبانيا او كسر في اليونان او كسر في اوروبا الشرقيه او داخل من اي مكان، البرتغال فتحت تعديل الوضع الى اراضيها. طيب اول حاجه بتعملها يا صاحبي بتروح تسكن في هوستل، ماشي، وتاخد ورقه من الهوستل ديت، ماشي، تخليها معاك، تعينها معاك، تعين معاك ورقة الهوستل. وبرضو الناس اللي داخلة من الحدود اي ورقة تخص البرتغال، سواء دخلت البرتغال قعدت في هوستل او ركبت باص، تحتفظ بجميع الاوراق اللي تثبت انك دخلت دولة البرتغال، ماشي. طيب اول حاجة بتحتاجها لازم عنوان سكن. انت طبعا هتنزل لشبوني شارع العرب، هناك في عرب بتعمل حاجات دي صراحة ب$200 ب$300، يعود عليك ربنا يا اخو اعملها، يعود عليك ربنا واعملها، ماشي. تعمل حاجة اسمها الجنطة. الجنطة دي ايه؟ الجنطة دي عنوان سكن. لازم يكون عندك عنوان سكن داخل البرتغال، لازم يكون عندك عنوان سكن. تدبر نفسك، الحاجات دي زي ما قلت لك بتتعمل، بتلاقي عرب كتير، ولكن لو انت مش عاوز تحتك بالعرب ممكن ناس في الهوتيلات والهوستل بيعملوا حاجة اسمها الجنطة وهو عنوان السكن. لازم، مهم جدا، يبقى انت عندك عنوان السكن وعندك تذكرة الطيران بتاعتك. هقول لك على ورق اللي تاخدها معاك ايه من بلدك، اصبر عليا بس انا جاي لك في السكة، ماشي. اول حاجة بتعملها الجنطة. الجنطة دي عنوان سكن. شوف اتنين من البرتغاليين او اتنين عرب هناك بيعملوا الحاجات دي، تعمل الجنطه اللي هو عنوان سكنك، يبقى عملنا الجنطه. تاني حاجه بتعملها حاجه اسمها النيف. النيف ده هو الرقم الضريبي، ماشي، بتروح السجل هناك بتعمله برضو. لازم تحتك بالعرب في الموضوع للاسف. ليه لازم تحتك بالعرب؟ لانك انت داخل معاش عارف اللغه ولا عارف اي حاجه خالص، فانت لازم توصل للعرب في لشبوني وبيعملوا الحاجات ديت ب$200 $250، ولكن يعوض عليك ربنا وتعملها. يبقى عندك حاجتين مهمين لازم تعملهم، وهي الجنطه والنيف اللي هو عنوان السكن والرقم الضريبي، ماشي. بعد ما يكون معاك الاثنين دولي بتروح على السجل وتحصل على الاقامه، ولكن اللي بيحصل على الاقامه اسرع اللي هو اللي داخل رسمي، يعني داخل تاشيره سياحيه. اللي داخل من الحدود بيبطئ شويه، يعني داخل مثلا من دول اوروبا الشرقيه، من تركيا ودخل اوروبا ما اعرفش، خد بالك، ودخل ده بيبطئ في الاقامه شويه، لكن اللي داخل رسمي وقانون وضعه يعني تاشيره سياحيه رسمي او تاشيره الشنغن، لان البرتغال عضو في دول الاتحاد الاوروبي وعضو في دول الشنغن. والبرتغال يا اصدقائي العاصمه لشبونه دي اقدم عاصمه في اقدم دوله في اوروبا بعد اتينا، بعد اليونان، ماشي. فانت هتنزل لشبونه يا صاحبي شارع العرب هناك، هتلاقي عرب كتير هيعملوا لك الحاجات دي. اهم حاجه تعمل الجنطه والنيف الاثنين دول، وتروح على السجل بتطلع الاقامه، خلاص. طيب ايه الورق اللي بحتاجه تاني يا عم علاء؟ بص، تحتاج ورق مهم جدا وهو الفيش والتشبيه من بلدك، تاخده معاك، تاخد الفيش والتشبيه معاك
وتاخد شهاده الميلاد ويكون مختوم ومترجم من وزاره الخارجيه، مترجم الى اللغه البرتغاليه او اللغه الانجليزيه. البرتغال بتقبل اللغتين، يعني لو انت مترجم الورق باللغه الانجليزيه ماشي، مترجم الورق باللغه البرتغاليه ماشي، الاثنين مفيش اي مشكله. ماشي يا صاحبي، انا لميت لك الموضوع كامل، مش عاوز اطول الفيديو عليك. البرتغال فتحت تقنين الوضع الى اراضيها لدخل غير شرعي ولدخل شرعي ولدخل بفيزا السياحه ولدخل بفيزا شنغن، كله زي بعض، ولكن اللي داخل رسمي بيحصل على اقامه اسرع من اللي داخل من الحدود. خلاص، وبرضو نصيحة مهمة، خد معاك حاجة اسمها القيد الفردي أو شهادة العزوبية، ممكن برضو بعد الإقامة اللي خدتها ديت تقدر تعدل وضعك إلى إقامة زوجة، لو متعود تتزوج هناك بتحصل على إقامة الزواج، ولكن لازم تاخد معاك حاجة اسمها قيد فردي أو شهادة العزوبية تثبت إن أنت متزوج في بلدك أو مطلق أو أرمل. شهادة العزوبية القيد الفردي يعني. فموضوع البرتغال دوت في منتهى الأهمية، ليه البرتغال عملت كده؟ البرتغال زي ما تقول بتمر بأزمة اقتصادية بسيطة، وأصلا يعني كل الناس بتخش أوروبا ما بتروحش البرتغال، لأن الرواتب فيها ضعيفة جدا مقارنة مع إيطاليا واليونان، الرواتب ضعيفة برضه، يعني مش واحد هيسيب فرنسا وألمانيا مثلا أو هولندا أو بلجيكا ويروح البرتغال، وعشان اللغة البرتغالية ماشي. فعدد عدد الناس المهاجرين البرتغال قليل، فالبرتغال دايما بتفتح تعديل وضع. فتحت قبل كده زي ما بقول لك التأشيرة اللي هي الاستثمار على أرضيها ب 6000 دولار، أيوه البرتغال فتحت قبل كده التأشيرة ب 6000 دولار، ولكن الموضوع ده مقفول، ولكن انت حاليا فرصة ذهبية وكنز ليك انك انت تقدر تعدل وضعك داخل البرتغال. القانون مفتوح، ده قانون رسمي، ده قانون داخل الدولة معمول رسمي، تقدر تخش وتحصل على إقامة، ولكن أهم حاجة والأوراق اللي قلت لك عليه، تعمل حاجة اسمها الجنطة والنيف اللي هو عنوان السكن والرقم الضريبي داخل دولة البرتغال. ولو أنت مش عاوز تحتك بالعرب مفيش أي مشكلة، في ناس داخل الهوستل والفنادق بيعملوه، ولكن يعوض عليك ربنا يا صاحبي، احتك بالعرب، أنت مضطر، مضطر إنك أنت تعمل ورق. العرب بيعملوها هناك في الشبوني، بتلاقي بالهبل مكاتب بالهبل 300 دولار، 250، مش مشكله في داهيه، اهم حاجه تحصل على اقامه، انت واخد بالك؟ ولكن انا بقول لك الموضوع مهم جدا، حاول تنجز بسرعه لان القانون مفتوح، ممكن القانون يقفل ممكن القانون يفضل شغال، ولكن انا القانون لو قفل هبلغكم ان شاء الله في فيديو قريب. خلاص، ولكن دي فرصه ذهبيه ليك انك تحط رجلك داخل الاتحاد الاوروبي في دوله زي البرتغال. البرتغال عضو في دول الاتحاد الاوروبي وعضو في دول الشين، دوله قويه جدا، يعني موقعها في دول الاتحاد الاوروبي قوي، اي نعم الراتب فيها ضعيف مقارنه مع المانيا وهولندا ولوكسمبورغ، ولكن دوله قويه وتقدر تحصل على اقامه وتقدر تتجوز هناك. النسوان حلوين جدا في البرتغال، تنزل في لشبونه تلاقي ماشي، واصلا في سلالات عربيه من قديم الزمان موجودين في البرتغال، يعني ممكن تلاقي اللغه البرتغاليه فيها كلمات عربي مشابهه للغه البرتغاليه، زي اللغه الاسبانيه فيها كلمات عربي مشابهه للغه الاسبانيه. ففي فرصه ذهبيه ليك تقدر تخش البرتغال وتحصل على اقامه، ولكن ما تنساش وانت طالع من بلدك تجيب حاجه اسمها القيد الفردي وشهاده الميلاد والفيش والتشبيه. ماشي يا صاحبي، انا دايما بدلك على الصح ودايما بجيب لك الجديد. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اشترك في القناه وفعل الجرس ودعمني في اللايك، وانتظرونا في الحلقات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.